مرت علينا في هذا الأسبوع رياح تحمل الغبار، وسأتحدث عن هذا المخلوق كما جاء في كتاب الله عز وجل لنعلم عظمة هذا المخلوق، وهذا يدل على عظم خالقه عز وجل. الريح تختلف، الريح تختلف عن الرياح. بعض الناس يظن أن الريح مهلكة، لا، منها ما هو طيب ومنها ما هو ليس بطيب. يذكر عز وجل حال الكفار مع هذه الريح بنوعيها: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، يعني في السفن، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، يعني شديدة،